يوليا تيموشينكو المشهورة بضفيرة شعرها الشقراء وزعيمة ما عرف بالثورة البرتقالية ورئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة تستعيد حريتها بعد أن صوت البرلمان بأغلبية ساحقة على إطلاق سراحها وعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بعد اشتباكات استمرت أسبوعا في شوارع العاصمة أودت بحياة 77 شخصا. وفي ميدان الاستقلال ألقت تيموشينكو كلمة عاطفية أمام الحشود بعد أن حملت إلى المنصة على مقعد متحرك، وحثت تيموشينكو الحشود على مواصلة الاحتجاجات وطالبتهم بعدم مغادرة الميدان حتى انتهاء الأمر كاملا حسب تعبيرها. المجد لأوكرانيا. أعزائي، كنت أحلم بمشاهدة عيونكم، كنت أحلم بالإحساس بقوتكم التي غيرت كل شيء، كنت أحلم بملامسة كل واحد منكم لأعبر عن دعمي في هذه اللحظات. أنتم خير من أنجبت أوكرانيا. كنت في سجني أفكر بأنه ما من سعادة أكبر من أن يولد الإنسان بينكم، فأنتم الأفضل. والآن علينا القيام بأمور مهمة، أولها أن نحضر يانكوفيتش وحاشيته الفاسدة إلى هنا إلى الميدان. أما الرئيس يانكوفيتش فتضاربت الأنباء حول مصيره، وبعضها أفاد بمحاولته الهرب على طائرة إلى روسيا. وفي مقر الرئاسة في العاصمة تدفق الأوكرانيون لرؤية ضيعة فيكتور يانوكوفيتش الفخمة واطلعوا على الترف الذي أحاط به نفسه وأخفاه عن العالم الخارجي، ولكن لم يبلغ عن عمليات نهب. وفيما يمثل الإفراج عن تيموشينكو تحولا في أوكرانيا، حيث يمنح المعارضة زعيمة ورئيسة مستقبلية محتملة، وإن كان كليتشكو وغيره يعتبرون أن لهم أحقية بهذا. وما زالت واشنطن تشارك أوروبا هدف جذب أوكرانيا نحو الغرب، فيما تمثل الإطاحة بالرئيس الأوكراني انتكاسة واضحة لحلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إعادة توحيد أكبر قدر ممكن من الاتحاد السوفيتي السابق في اتحاد أوراسي جديد عولت موسكو فيه على يانوكوفيتش لجعل أوكرانيا عضوا رئيسيا فيه. وأما مصير أوكرانيا فقد حدد البرلمان 25 من مايو أيار موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. حيان يعقوب، BBC.